أبو عائشة من الطائف. نعم أبو عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. سم امرأة عرملة طال عمرك تركت ضحيتها سيدتها وحجت، ويوم عادت في اليوم الرابع عشر وعند أولادها وقالوا طال عمرك قالت لهم اذبحوها، ويوم جات معودت من الحج ما حصلت ما ذبحوها، ذبحتها قضاء يعني صارت لها إمام مسجد وقال اذبحيها إن شاء الله قضاء إنه جائز. هذا فهل فعلها هذا جائز يا شيخ؟ شكرا لك يا أخي الكريم. تفضل. نعم ما دامت عينتها عينتها أضحية وفات وقت الذبح تذبحها قضاء كما قال لها من قال. نعم. والرابع عشر ليس من الأيام التشريق شيخ يعتبر؟ الثالث عشر هو آخرها. الثالث عشر هو آخره. نعم.